واحدين مشوا كمال المشي نادي بغيت تمشي تقطع التطبيق مفهوم بالشان الثقافي وتمشي للمغربي. بداية هذا المهرجان مهرجان ليلى المحمدية للمزيكا والسماع يأتي في إطار رد الاعتبار للتراث الثقافي والصوفي والدين في مدينة سلا ومقاطعة تبريك تحديدا. معروف أن مدينة سلا هي مدينة الأولياء، مدينة الصبحاء، اهتمت بالثقافة الصوفية منذ زمن كبير. لذلك في مقاطعة تبريكس وفي الملف الثقافي لهذه المقاطعة نظمنا هذا المهرجان في الدورة الأولى، مهرجان المديح السماع، من باب الاهتمام بهذا الفن، فن المولديات وفن المديح والسماع اللي سيتم في كل سنة إشراك عدد من المجموعات المديح والسماع محليا ووطنيا في أفق إن شاء الله تعالى أن يصبح هذا المهرجان مهرجان دولي ولمن. الأمر الثاني، تأتي هذه المناسبة احتفال بذكرى المولد النبوي بليلة المديح والسماع في لحظة مؤثرة جدا، هو القرار الأهوج الأخرق الذي أعلن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان القدس عاصمة أو اعتراف القدس عاصمة لإسرائيل. وهذا قرار في الحقيقة كان بالنسبة للعرب والمسلمين بمثابة الصدمة، بمثابة الحدث غير معقول على اعتبار ما تشكله القدس بالنسبة لجميع العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ومعروف أن المغرب جلالة الملك يحمل هذا الملف على عاتقه من خلال لجنة القدس التي يترأسها، فكيف سنستقبل مثل هكذا قرار؟ هذا قرار غير معقول وغير مقبول، نرفضه جميعا كمغاربة وكعرب وكمسلمين، ولن نتوقف في إحياء الثقافة الفلسطينية والارتباط بهذه القضية حتى تنال حرية أو عدالة قضيتها بشكل تام. وهي أمانة نقولها لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بأن القدس وفلسطين هي أمانة كل عربي ومسلم. الله يسكن بخير، شكرا جزيلا.